فريق نهتم التطوعي التابع لمركز الكويت للعمل التطوعي اللي ترأسه الشيخة أمثال، عمل طوال السنوات الأخيرة أنه يخلي منطقة العديلية منطقة نموذجية من خلال تجربة مميزة. بنتكلم عن هذا النشاط ونشاط الفريق وتجربته وبداياته. نرحب بضيفنا في الاستديو الأستاذ صلاح الموسى السيف، رئيس فريق نهتم التطوعي والمنسق العام لمشروع العديلية، مدينة صحية عالمية صديقة للبيئة ذات تنمية مستدامة. حياك الله أستاذي. الله يحييك، يا أهلا وسهلا بك استاذ، منورنا اليوم. بنتكلم عن هذا المشروع الطيب اكيد اللي قاعد يعني يبث بمنفعته اللي قاعد نشوفها على ارض الواقع. يعني ما شاء الله عليكم، صار لكم 15 سنه، بلشتوا من 2003، يعني عمر نقدر نقول يعني يعني الحين الولد اللي عمره 15 سنه هذا انتم بديتوا معه. كلمنا عن بداياتكم في هذا المشروع. بسم الله الرحمن الرحيم، مشكورين على الاستضافة. فريق نهتم كان هدفه يعني ومن اسمه فريق يهتم في مجال المنطقة، وركزنا على الاهتمام ما يخص المنطقة من ناحية المباني والمحطة البنية التحتية والخدمات في المنطقة والتركيز والتعاون مع الجهات الرسمية لداخل المنطقة. في شيء ثاني غير هالأمر كان يهتم فيه أيضا، اللي هو غرس قيمة العمل التطوعي في أبناء المنطقة وحب التعاون وتوزيع نوع أو تكليفهم بالمسؤولية، فنبي كل واحد مسؤول عن منطقته. فكان هذا مشروعنا بالبداية على هالنشاطات اللي احنا نشارك أبنائنا الطلبة في مدارسهم على أن نحقق الهدف من خلال المشاريع التطوعية اللي نقوم فيها. نعم. مثل الزراعة، التنظيف، الأنشطة الاجتماعية البسيطة، لكن كلها تهدف إلى غرس قيمة في أبناء المنطقة وتعودهم على اللي يعني أنه يكون إنسان صالح لدولته بالدرجة الأولى. يعني العديلية جزء من الكويت، فإذا اهتم راح تعلمه أنه يهتم في جميع يعني كل الدولة. صحيح. يعني هذا بشكل لا أهداف جميلة وسامية جدا. لكن لو أستاذي بنرجع 15 سنة لورا، شنو الموضوع أو الحدث اللي استفزكم اللي قال إحنا لازم نتيمع ونسوي هذا المشروع التطوعي؟ ما في شك، يعني بالفعل كان الحافز اللي خلانا نتحرك كان تدري عقب فترة الغزو اكتشفنا مو منطقتنا، جميع مناطق متأثرة في يعني من ناحية البنية التحتية واللي هي اللي تشوفها دائما، الأرصفة، البلاط، الشوارع، الخدمات، لما تنزل أمطار تلقين فيها طفح من المياه. صحيح. وتسكر الشوارع وتأثر على استخدام الطريق. فكانت يمكن هذه المشكلة اللي حثتنا على أن نتعاون ونكون هذا الفريق ونكون متواصلين مع الجهات لحل المشكلة مثل هذه. نعم. بالفعل يعني تكون الفريق من أقل يعني 15 شخص وتواصلنا مع الجهات وبدأنا نحل مشكلة من خلال اللي أثر على المنطقة. نعم. فيمكن هذه القضية اللي حثتنا، ولكن هذه القضية احنا وين كسبناها من زملاء عندنا أول ما سكنوا منطقة جنوب السرة اللي هي الصديق. نعم. وأقصد السلام والحطين والجنوب السرة، كانوا نفس الشيء، شكلوا كانوا عندهم احتياجات ومنطقتهم يعني متأخرة على تنظيم البنية التحتية، وتحركوا ونظموا نفسهم وبعدين لقينا حققوا يعني وايد خدمات اللي الحين قاموا كل أهاليها يستثمرون. صحيح. يعني الخدمة الطيبة أهما وأشبيلية وباقي المناطق كلها من سبب هالفريق. ففكرتهم احنا يعني تبنيناها وقلنا ليش ما احنا نكمل منطقتنا، وتعاوننا على هالأساس والفعل بدينا نحقق نجاحات إلى وصلنا الحين إن دخلنا في مشروع المدينة الصحية على مستوى عالمي، يعني نعم. إن شاء الله تطلع على المدينة. نعم أستاذي، كلامك على متمة على المدينة الصحية، كلمنا عنها أكثر وشنو كانت فكرة وبداية هذا المشروع؟ طبعا هذا المشروع يعني دائما المشاريع مثل هذه انت ما تطلعها من عقلك بروحك غير ان تشوف تجارب الغير. نعم. اكتشفت انا حسب عملي في منطقه السره والطبا واليرموك. نعم. في البلديه ذاك الوقت كان الاحتكاك مع اهالي المنطقه واشوف مشاكلهم، وكوننا مع مختارين المناطق مشروع اسمه مجالس الحي. نعم. فتعاوننا والكثير يعني المختارين ما شاء الله عليهم كانوا متعاونين بشكل يعني قوي ومتميز، وبدينا نسمع يمكن هالايام ان منطقه اليرموك والسره تسجلوا مدن يعني كمدينه صحيه كذلك، والقرطبه ان شاء الله الايام الجايه تاخذ يعني التسميه هذه، ولكن من خلالهم
من خلال تواصلنا مع رئيسة المركز والجهات الثانية اكتشفنا أن أكو موضوع موجود كمدينة صحية عن طريق وزارة الصحة اللي هي مع منظمة الصحة العالمية. هذا الموضوع استثمرناه مع رئيسة المركز وبدأنا نتطلع له كفريق، فالحمد لله تم تسجيلها. أنا رحت قلت حق ربعي بالعدلية تعال ترى المشروع نفس أفكارنا، نفس يعني الأهداف اللي احنا حاطينها بس على شكل منظم، فليش ما نسجل بعد احنا مثلهم ونسجل نقطة على خارطة العالم. يمكن احنا 323 نقطة على خارطة العالم، يعني اليرموك والعديلية والتسع مناطق اللي سجلت الحالية، ومشينا على هالأمور. ولكن شفنا والله الموضوع يستاهل، وللحين احنا نطالب الدولة يعني إذا تبي تطلع على تنمية المفروض تبنى هالمشروع بشكل صحيح، لأنه بالفعل يحقق وايد من أمنيات صاحب السمو في هذا المشروع إن شاء الله. كلمنا عن تفاصيله أكثر، شلون إن حولتوا منطقة العديلية إلى مدينة صحية؟ يعني أول هم المعايير كثير، 80 معيار عالمي، من ضمنها اللي هي مثلا البنية التحتية، التعليم، نظام التعليم، النظام الصحي، النظام اللي هو الشراكة المجتمعية، العمل التطوعي، هذا كله مدروج من ضمن المعايير. فإحنا شفنا تقريبا الدولة ما قصرت، عندنا احنا التعليم مجاني، عندنا الصحة مجاني متوفرة لنا والوافدين، وكلها موجودة والحمد لله. يعني قاعدين نعالج، يعني بالدولة قاعد تحل اشكالات كثيرة في باقي الدول يمكن تعاني من امراض. صحيح. احنا الحمد لله الحين في امور كثيرة يعني الحمد لله نشوفها ما هي موجودة مثل الكوليرا ولا الامراض الثانية. وغير هذا ان في من ضمنها اللي هي البرامج التوعويه، احنا الحين مع مستوصف الصقر ولا غير المستوصفات دائما نوعي مثل الامراض المزمنه، مثل الامراض اللي ممكن تكتشفها، فاحنا نسوي عمليه توعيه حيث ان نعالج الامراض السرطان ولا اي مرض خبيث او اي امراض ممكن الواحد يحوشه. فاحنا نوصي عيالنا بالدواوين بالدورات والندوات هذه انه يكشف على نفسه قبل بكشف مبكر. نعم. منها يرتاح نفسيا ويعرف شنو لا اذا كان في مرض. يعني هذا اهتمام بالصحه. عندنا موضوع ثاني اللي هو التعاون والشكر، يعني احب بالمناسبه اشكر مؤسسه التقدم العلمي لما وفرت لنا الطاقه الشمسيه في المنطقه، هذا مشروع عالمي. احنا هني ساعدنا الدوله في تخفيف التلوث البيئي. صحيح. لان انت في المحطات تبي تحرقين براميل نفط حيث ان تعطينا هذه الطاقه اللي احنا نتنعم فيها، لكن في هالعمليه لما انت تخلل من نسبه التلوث انت حققت نوع من المعايير هذه. الشيء الثاني ان هم هذه الالواح الطاقه الشمسيه هم تعطيك شيء تحس فيه تلمسه، يعني كل مواطن العدلية قاعد يشوف شنو اهميه الطاقه الشمسيه. نعم. ايش قاعده تقدم له بالمنطقه. هناك في شاشات تلفزيون داخل الجمعيه الناس تشوف قراءات الحين انت كم وفرت برميل نفط في خلال الساعه. نعم. ففي شيء ملموس وتحسه من خلاله. نعم. اضافه على عندنا مشاريع اللي هي عن مواضيع مع وزاره الكهرباء، نشتغل احنا مشروع اللي هو الترشيد، نشتغل في عملية الترشيد في المدارس في الدواوين نتكلم عنها. عندنا تعاون مع وزارة الداخلية في عملية اللي يعني احنا سوينا كذا ندوة معاهم بخصوص اللي هو التطرف والتعصب والأمور مثل هذه، فنحن نعالجها من خلال ونحسس ان شنو وزارة الداخلية دورها، ومو دورها انها بس تقضب حرامي او ما اعرف ايش، لا فيها عمل لها اجتماعي، عمل عندها عمل بيئي. فاحنا كل هالجهات الحمد لله في تعاون طيب مع يعني تبارك الرحمن استاذي، انت وقعد تبنون كثير من المواضيع الاجتماعية والصحية والأمنية ويعني كثرة المواضيع هذه اللي تهم المجتمع وتثقفه. نعم. أكثر إنجازاتكم الأخرى اللي أنتوا حققتوها أو في صدد تحقيقها الحين احنا يمكن بالمناسبة يمكن الوقت يعني يسمح لنا ولا اتفضل. كان يعني من قبل قليل لنا تواصل مع جمعية العدلية مشكورة برئاسة رئيس الجمعية عمر الرويح جزاه الله خير مع المجلس الإدارة، تبنوا مشروع قدمناه مع أهالي العدلية في ناس عندهم موضوع اجتماعي بحت اللي هو توفير فرص يعني وظيفية لكن هي للشباب واستغلال فترة الصيف. حلو. فأنت تلقى لهم نشاط صيفي
وهني يحقق المعايير اللي نبيها، لان احنا نقول هني الطالب شلون اعلم المسؤوليه من خلال هذا المشروع، يشتغل داخل الجمعيه في ساعات معينه ما ترهقه لكن قد يستفيد منها. يعني مثال ممكن شغله في احد المحلات المشهوره اللي لها داخله مع الجمعيه، وممكن يشتغل داخل الجمعيه في الكاشير او يصف العلب، بس يتعلم دوره مثل اي عامل موجود، بس هني انت تعلمه نوع من المسؤوليه. فيتعلم ويذوق، يعني يعطونا مكافاه بسيطه او رمزيه. ونفس الشيء الحين قاعد نشتغل معاهم على هاليوم الجايين، ان شاء الله نعلمه شلون السباكه، الحداده، اللي يصير كهربائي، يعني يشتغل بالسيارات، يعني يمارس كل مهمه لو كل سنه بسيطه، لكن يصير عنده خبره كبيره، يقدر يساعد نفسه ببيته لو عنده اي مشكله بسيارته ممكن يتعلم. لكن انت هني قاعد تغرس فيه نوع المسؤولية. نعم. وتطلع منه شاب تستفيد منه. يعني صحيح أستاذي، هذا النوع من الحملات والدورات والندوات وكافة الفعاليات اللي تقيمونها، شلون تشوف مدى تأثيرها على المجتمع ثقافيا وأيضا تزيد من وعيه؟ والله ما في شك، يعني احنا نشوف كل ما سوينا نشاط، افتراض لما نزرع مع الطلبة داخل مدارس، تشوف انه بالفعل استفاد الطالب. نعم. يعني تعلم شيء جديد، بدا يزرع، بدا يحرث، بدا يعرف انتاج الزرع اللي هو زرع، مثلا لما نزرع معهم في المدارس طماط ولا خيار ولا الخضره، فيشوف خلال سنه، يعني خلال اشهر يشوف الانتاج ماله. نعم. قاعد يحس فيه. لما انت تطلع في حمله توعويه، يسوي حمله نظافه وينظف منطقته ويشوفها نظيفه، بالعكس هاي تاثر عليه في المجتمع. صحيح. لما انت قاعد تعلمه نوع من مسؤولية وتخليه يكون مواطن صالح. احنا دائما في أنشطتنا أي نشاط نعتمد على الزراعة دائما في الفعاليات، لأن بالزراعة أنت قاعد هم نفس الوقت تزرع فيه حب وولاء وانتماء لبلطة. يعني لما يزرع الشرة بيشوفها لما تكبر، هذه كل ما كبرت زاد في ارتباط قوي بديرته، بلده، بمنطقته. صحيح. وعرف أنه هو زارع هذه الشيرة، فتلقى حريص عليها، ما يخربها، يسقيها، يعني تلقى في نوع من الاهتمام. نعم. فإحنا هالقضايا دائما يعني نركز عليها، تنعكس بشكل إيجابي للولد المنطقة والشباب أو الأول العوائل نفسهم. نعم أستاذي، يعني الحديث كان ممتع، قواكم الله على هذا العمل الطيب اللي قاعدين تبذلونه وعلى هذا المسؤولية المجتمعية اللي أنتم تبنيتوها عشان تنقلون وعي وثقافة أكثر للمجتمع علشان يتثقف فيها من كافة النواحي. كلمة أو رسالة أخيرة حاب توجهها؟ والله جزاك الله خير. أنا يمكن إذا تعطوني وقت أحب أشكر الوزارات والجهات اللي تعاونت معنا في حملتنا اللي هي صارت في رمضان، اللي هي رمضان أمان. نعم. أحب أشكر وزارة، أقول أشكر الهيئة العامة للشباب. نعم. وجامعة الكويت وشركة KDD وشركة زين اللي يدعمونا في الأنشطة، وعلى يعني الشيء على رأسهم وزارة الداخلية اللي تعاونت معنا في مشروع خليجي يعتبر مع مجلس التعاون. بدينا اشتغلنا في حملة بسيطة لكن رسالتها انعكست وشفناها بردود الناس عليه. نعم. هذه تحافظ على شبابنا وتوعيهم وتخليهم يلتزمون في القيادة ويلبس حزام الأمان ولا يسرع قبل الفطور. فالحمد لله إن شاء الله نكون حققنا النسبة اللي نبيها، اللي نقلل من نسبة الحوادث والوفيات خلال برنامج بسيط، لكن عمله إن شاء الله في أجر عند الله. نعم، يعطيكم العافية على هذا المجهود الطيب. شكرا لك الأستاذ صلاح الموسى السيف، رئيس فريق نهتم التطوعي والمنسق العام لمشروع العديلية مدينة صحية عالمية صديقة للبيئة ذات تنمية مستدامة، اللي فعلا نتمنى أن هذا المشروع والمدينة الصحية تنتقل إلى كافة المناطق الأخرى. شكرا لك على تواجدك معنا اليوم. شكرا لكم والسلام. مشاهدينا، كانت هذه حلقتنا اليوم، نتمنى انكم استمتعتوا واستفدتوا خلال هذه الساعتين بكافة المواضيع اللي طرحناها. نلقاكم على خير ان شاء الله في حلقات اخرى، فما الله.